مجموعة في الجهة اليمنى عن اللاعب كوكو الانضمام هذا اللاعب كرة بعيدة للأمام البحث عن دكا تغطية دفاعية من هنالك لاعبين في الارتكاز لا مش لوكا زامبا بفضل الثنائي اسلام سليماني وبغداد بونجاح في هنالك عن بغداد بونجاح الكرة لم تصل محاولة التسديد شوف هنا مهدي عبيد مثل ما جاء ضربها من رشيد غزال ترجع لإسلام خلاها لبغداد دخل بغداد بغداد لإسلام ترجع له يوسف بليلي مرة ثانية حول مار يدخل يوسف مازال قبل أن هنا رشيد بيسرى رشيد يوزع كورة خطيرة تمريرة ولا أروع من رشيد غزال من هنالك على الجهة اليمنى الممرر الحاسم رشيد غزال في نادي بيجيكتاش 13 تمريرة حاسمة أبدع نغلق القوس كرة من هنالك على جانب من التوزيع البعيدة من بغداد بونجاح عندي المهارة وعندي القدرة على المنافسة أي لاعب ولكن إسلام سليماني عبد اللاوي مرة ثانية من عندي كرة البعيدة جاء اليمنى لحسين بن عيادة يبحث عن المرور التوزيع خطيرة وضعت بغداد يوسف راح يوسف دخل يوسف خطيرة بليلي رائعة جدا البعيدة والتغطية الدفاعية من جمال بالعمري توحشناك يا رائعة توزيعة عدلان المدافع كاد يباغي حارسه قبل المونديال يوسف بليلي في القائمة الأول خطير بالعمري الكرة مرفوعة القائمة الثاني خلف الدفاع المنتخب الجزائري لعبة بعيدة البحث عن اسلام سليماني كب لونجو يحاول يمر يوصلها كرة خطيرة 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 من اجل التسجيل ومن اجل الفوز غزال والدفاع سواء مع بداية المباراة او اثناء المباراة التسديد التغطية من اسلام طبعا بغداد رجعت مرة ثانية بغداد يرجع لاسلام لو شو تسلل كرة خطيرة راح الجول 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 وجول اسلام على طبق لغزال يا سلام على الاسمين اسلام وغزال وجول للمنتخب الجزائري عند الدقيقة 18 من عمر الشوط يا سلام لعبة ثنائية ولا اروع هرب من اسلام لبغداد ومن اسلام لرشيد غزال في القائمة الثانية وجول الهدف الثاني ديورا يصارع من امام اللاعب مويبو والتغطيه دي الف لبغداد بنجاح مره ثانيه بغداد يا بغداد بغداد لاسلام انطلق على الجهه اليسرى كره خطيره اسلام ينتظر المسانده امام زومبيا في لوزاكا الكره مرفوعه على القائمه الثاني تنفذ الكره داخله يا الريس يخرج هذه الكره حسين بن عياده وايوب عبد اللاوي لأنهم دخلوا في منظومة حسين هنا عدلان قديورة مثل رجله سقط لا 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 يلحق على الكرة هذه وما زال التوزيع رائع إسلام رشيد ما زال رشيد يمر بابا بابا رشيد ويا يا جول لا جول يا اسلام ممرر حاسم وهداف بارع يا اسلام رائع انت يا رشيد يا غزال رشيد غزال يراوغ ويعبث بدفاع زامبيا ويمرر في القائمة الثانية لإسلام وسليماني حطها في الجول ويسجل الهدف الثاني هدفان مقابل صفر صار التفوق للمنتخب الجزائري سواء لعبنا برشيد غزال وإسلام ولعبنا ببونجاح وعدلان قديورة ولعبنا بحسين بن عيادة وعبد اللاوي أو لعبنا برياض محرز وفيغو أنني لا أريد أن أخسر ولا أريد لأشبالي أن يتعامل يوسف يدخل يوسف سقط يوسف سدد التسديدة ركنية من هنالك على يسار شيبوي ودو على الخسارة وهكذا نحضر المباريات الرسمية إسلام وتغطية رائعة من كاباس لوكا باندا كرة خطيرة مرة تزال يطلبها يوسف بليلي فضل كرة بغداد ولكنها بعيدة الوسط عن طريق مويبو يدخل يلعب بينية التسديدة وسهلة يلعب مع يوسف بليلي في المراوغة يوسف يلعب على الجهة اليمنى محاولة التوزيع خطيرة أعطى لهم ضربة جزاء أعطى لهم ضربة جزاء حكم المباراة في تقديره أن جمال بالعمل لا 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 يا إسلام لا يا إسلام لا يا إسلام لا يا إسلام نحن مقبلون على تصفيات كأس العالم لا نريد هذه الركلة يأخذ كامل وقته باتسون دكا
الهدف الأول للمنتخب الزومبي، رغم أن الرئيس وهاب بولحر تما في الجهة التي اختارها هو على يسار في الجهة التي اختارها المهاجم باتسون داكا، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول. صارت النتيجة الآن 2-1. زامبيا على الجهة اليمنى، محاولة المرور، حذاري عدلان لما الكرة مازال يلعبها ليوسف اللي بن عيادة بالرأس والدفاع وإسلام، والحارس يخرج هذه الكرة. حذاري عدلان لم تنت يسرى بغداد قبل ما تخرج، لم تخرج هذه الكرة وما زالت فيها. تحتاج أنت متسلل أصلا حتى ولو لم تكن. الآن إسلام عند رشيد، راح بغداد متسل 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 يا الكرة، يلعبها مع يوسف، دخل بليلي، راح يوسف بليلي، ما زال بليلي، أوي لبغداد، أوي رائعة التمرير. بغداد بنجاح بالرأس، مهدي طهرات يفضل الكرة البعيدة. جمال لنا في ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة في المنتخب. الكرة البعيدة بعيدة كثير، سهلة لرايس وهاب، الكرة مع يوسف بلايلي في المراوغة، لم يتمكن من المرور، الحكم يصفر، والدفاع عن طريق إسلام سليماني. تبقى الخطورة بالرأس وجول، تبقى الخطورة بالرأس وجول، هدف التعديل من شاتوس شاما الذي يسجل بالرأس معدلا النتيجة في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني. قلنا لكم أقوياء في الكرات العالية، وشفنا في الركنية كيف كان تجمعهم داخل منطقة الست أمتار أمام رايس وهاب بولحي الذي بقي يتابع في هذه الكرة وهي تزور الشباك. هاي الإعادة هنا في القائم الثاني، التوزيع أرضية ثم مرة ثانية من قبل اللاعب مولينبا بالرأس. تبقى الكرة الزامبية، خطيرة الكرة هذه والتوغل، مولينبا يحاول يمر، مولينبا يلحق عليه بشكل واضح اللاعب حسين بن النعي، خطيرة وجول، خطيرة وإسلام وجول، هرب بغداد ومر لإسلام، ثنائي يا سلام. الهدف الثالث المباغت لي أكثر منكم على كل حال، هرب من بغداد بنجاع على الجهة اليمنى، إسلام سليماني في المكان المناسب يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة، هدفه 31 من أصل 69 مباراة. تمريرة رائعة من بغداد بنجاع لإسلام سليماني، وإسلام يخرج في القائمة الثانية ويسجل الليلي. رائع يا جمال، رائع يا جمال، وبغداد بغداد وهدف الرابع، بغداد يراوغ، بغداد داكا مسجل الهدف الأول، داكا يدخل، داكا حسين بالعيادة يتفوق من أم هولندية، يقال عنه الكثير. من هنالك مع مدافع شعما حاولت الانتلاع، داني يلعب لإسلام، هرب العربي، رجعت له مرة ثانية، سجلين ثلاثة، بغداد لم يسجل. وكانت مرة سلامات على مرمى الحارس موينيا للحارس رايس، أي تحول لرأس خربة، بغداد بنجاح خرج يتحول الآن كل من يرجع للخلف لأيوب، أيوب الكرة الأرضية والتغطية، هاي كرة صعبة لصالح المنتخب الزامبي، وتسديدة على الجهة اليسرى يحاول يمر من أمام هذا القصير، رواندا وأوغندا على الصعيد الإفريقي في التغطية، وصلت على الجهة اليسرى الكرة هذه في اتجاه اللاعب كعبوي، كان في المكان المناسب وخرج هذه الكرة، طبعا ضربة جزاء غريبة، خليوه، لا 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 يا رئيس، لا يا رئيس، لا 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 خليوه، والله لو يعطيهم ثلاثة ربع لكان الترجيح، خليوه، لا لا لا. لا 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 على اليمين مع الشمال، داكا والرئيس.